السلام عليكم شباب، اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ معلش سامحوني بقى، الست تعبان خالص النهارده. طلعت اجرب مفيش ميه، انا عارف ان في هوا بس قلت يمكن يعني ها، فمع الهوا والجز مفيش حتى سمول بايت، مفيش اي حركه يعني. يمكن الوقت اللي انا اخترته مش مناسب، بس الواحد زهق انه يعدي على البحر وعارف ان الست تعبان وما بيصطادش. قلت انزل ايه في البريك كده نص ساعه اشوف ايه الوضع. الهدف من الفيديو ده ان بما انك نزلت اصطاد، ولو هتسيب عدتك في السياره، السناره، الجيكات، اللورز اللي انت اصطدت بيها، ما عندكش وقت ان انت تطلعها البيت وتظبطها وتغسلها، لان انت لازم تتغسل بميه حلوه. الحاجه اللي انت استخدمتها لازم تغسلها بميه حلوه وتسيبها تنشف في الهواء. فممكن يكون معاك حاجه زي كده في سيارتك، ميه حلوه، دي زيت سبيرتو خلصت، ميه حلوه. مثلا انا لما نزلت اصطاد استخدمت الحاجات دي، شايفين الهواء، استخدمت الحاجات دي، لور، جيك، بنسل توبوتر، جيك، بنسل، اقول لكم حكايته ده، جيك، ما كانش جيك عليه حاجة، ولا اللور عليه حاجة، ولا البوبر، ولا التوب ووتر، ولا الميديوم، ولا اللي تحت في الأرض، مفيش أي حاجة خالص. المهم بدي بتعمل كده، مية حلوة، دي ميزتها إن بتطلع المية كمان فيها، عارفين الرش ده بيبقى فيه ضغط، فتنزل المية المالحة عشان اللور بتاعك ما يبقاش عليه أملاح، دي أول حاجة. تاني حاجة عشان السنون ما تصديش، مش معقول كل شوية تروح تشتري سن أو هوكات، ومحلات بتبيع غالي أنتوا عارفين. فبس ده اللي هنعمله زي ما انتم شايفين، كده كده كده، بتحطه في سيارتك، في شنطة السيارة، تسيبهم شوية وما ينشفوا، بعدين ترجع تشيلهم في علبتك، كده انت تمام. الجو دلوقتي احنا مش في شمس يعني، فممكن تسيب سنارتك في السيارة، تسيب اللورز في السيارة عادي يعني، مفيش مشكلة. في الشمس لا ما انصحش، لان الخيط بتاع السنارة هتبهدله الشمس، السنارة نفسها هتبهدلها الشمس، ممكن يكون معاك سمكة حلوة وتتكسر السنارة بسبب ان مش السمكة هي اللي تقيلة، ولا انت غلطت، لا هي السنارة اصلا زي ما بيقولوا هنا مشموسة. نفس الموضوع هنعمله، السنارة من مكان السنارة ده، يمسك الاثنين مع بعض، توكه من بتاعه البنات يعني، استك بيعملوا البنات توكه، تمام. نفس الموضوع على الخيط وعلى السناره، بس اكتر تركيزك يكون على الخيط، ده مش الاساسي، ده حاجه بديله. لو انت مثلا يعني كل اسبوعين هتطلع سنارتك تغسلها في البيت غسله محترمه، وتفك الحله دي وتحط الحله في ميه دافيه مع الخيط عشان الخيط ينزل الملوحه اللي فيه، ده الاساسي، لكن ده بديل بس مش اكتر، لان انا دي بسيبها على طول في السياره يعني. على الحلقات، على الخيط، وهكذا. طبعا الحاجه دي خليها تقعد معاك اسبوعين ثلاثه لغايه لما تغسلها الغسله النظيفه، بما ان مفيش صيد الست تعبان، فانا قلت اعمل لكم الفيديو ده على السريع عشان بس يعني معلومه على الماشي يعني. حاجه ثانيه، ده اتضرب في صخرة، معرفش واضح عندكم في الكاميرا ولا لأ، وأنا شغال بيه. خليني أشيل السنارة، زي ما انتوا شايفين هنا اتضرب في صخرة، شوف دي طبقة الإيبوكسي اللي كانت عليه، تمام. فده هنعمله بعدين يعني، هنعمله فيديو هوريكم ازاي تشيل اللور، تخليها كأنه جاي من المصنع، تشيل الالوان اللي فيه كلها، حاجه بسيطه جدا، وترجع تعمل. شكرا لكم يا شباب ان انتم مستحمليني، بس يعني انا كل ما يكون في حاجه في بالي بعملها فيديو وابعتها لكم، يمكن حاجه تفيدكم يعني. السلام عليكم.